ماذا تعرف عن مضيق جبل طارق؟ يعتبر مضيق جبل طارق قناة تصل البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويقع هذا المضيق بين أقصى جنوب إسبانيا والجهة الشمالية الغربية من قارة إفريقيا، ويصل طول المضيق إلى 58 كيلومتر، ويصل عرضه إلى 13 كيلومتر، حيث يضيق عرضه بين النقطتين الإسبانية بوينت ماروكي والمغربية بوينت سيرس، ويبلغ عرض المضيق من الجهة الغربية 43 كيلومتر، وهي المسافة بين رأسي الطرف الأغر وسبارتل، ويبلغ عرضه في الناحية الشرقية 23 كيلومتر، وهي المسافة بين أعمدة هرقل التي اعتبرت موضع صخرة جبل طارق أو جبل هاكو، الذي يقع على مقربة من مدينة سبتة الإسبانية في المغرب، أو ما يسمى بجبل موسى في دولة المغرب. ما هي أهمية جبل طارق؟ تنبع أهمية جبل طارق من تسميته بهذا الاسم، حيث إن هذه التسمية ترجع إلى الكلمة العربية جبل طارق، وهو الجبل الذي اتخذه القائد الأموي الفاتح طارق بن زياد مقرا في حملته وهجومه لفتح شبه جزيرة إيبيريا. كما أن لجبل طارق أهمية تاريخية، حيث كان يعد قاعدة للقوات المسلحة والخدمات البحرية البريطانية. ويتميز مضيق جبل طارق بجماله الطبيعي، إذ توجد فيه أجمل الكهوف الأوروبية. ما هي حدود مضيق جبل طارق؟ يحد مضيق جبل طارق المناطق الآتية: قارة إفريقيا وقارة أوروبا، المغرب العربي، إسبانيا والمستعمرة البريطانية لجبل طارق، ومعبد سبتة الإسباني. عرف جبل طارق بأسماء عديدة، ومنها جبل كالبي، وهي تسمية أطلقت على الجبل قبل الفتح العربي الإسلامي، وتعني التجويف أو الجبل المجوف، وذلك بسبب وجود كهف في أسفله، ويعرف هذا الكهف بغار الأقدام. من أسماء جبل طارق أيضا جبل الفتح، جبل طارق، الزقاق، المجاز، والصخرة.